بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية شباب. هذا التطبيق اللي احنا عملناه قبل شوية، عملنا فيه اللي هو الاوبشن منيو. الآن احنا هنضيف كمان كونتكست منيو ونفهم ايش يعني الكونتكست منيو. الكونتكست منيو انت بدك تعمل منيو معينة خاصة ب بأوب اللي هو قلنا بيوزر بيو اي كومبوننتس. يعني مثلا هذا التكست فيو بدك اوامر خاصه فيه او قائمه خاصه فيه، يعني تعمله بولد، تكبر الخط الى اخره، او اي شيء تعمله. بدك منيو زي مثلا اللي احنا عملنا قبل هيك الشيء اللي اسمه ديالوج. تمام، الديالوج طبعا بيظهر في نص الشاشه، لكن لما انت بدك تعمل كونتكست منيو هذه قوائم تضغط على الزر نفسه حتظهر لك وين ما انت عملت اللي هو بريس. بس كيف تعمل بريس اللي هو بالكونتكست منيو؟ بتظهر لك القوائم في حالة ما انت تضغط اللي هو كونتينيو بريسنج، يعني تستمر في الضغط، تضغط ضغطة طويلة بتظهر لك اللي هي القوائم اللي بسموها كونتكست منيو. فعشان انت تعمل هذا النوع من التطبيقات فبدك ايش تسوي؟ بدك تعمل اول اشي كونتكست منيو. بنفس الطريقة بدك تروح على الفولدر منيو وهنا تعمل منيو نيو وتقول له منيو ريسورس فايل، هيو سمي فور كونتكست منيو. تمام، فور كونتكست خليها. تمام، وتحط اي ايتمز، يعني مثلا هنا حطينا ايتم تايتل، مثلا بولد او اي اشي اي اشي. تمام، والاي دي تبعها بولد نفسها. تمام، هلا ايكون قبل هيك انا يعني حاولت اضيف ايكون، ما بضيف ايكون لل ما بضيف ما بضيفش الايكون مش موجودة في يعني حتى لو هون صحيح انه انت ممكن تضيفها لكن ما بتظهر الايكون. حتى لو عملت منيو بيلدر ما بتظهرش الايكونز في الكونتكست منيو، الكونتكست منيو ما فيها ايكون. تمام، فاحنا بس عملنا هذه، حطينا اي دي وسمينا اسم المنيو. خلينا نعمل اللي هو كمان منيو تانية، وهنا خليها ايتاليك. تمام، هاي اللي عندي قائمتين بس في الكونتكست منيو. تمام، بس فانت الآن بدك تروح على التطبيق على المين اكتيفيتي وبدك تروح على باك ميثود اسمها اونكرييت كونتكست منيو. تمام، بنفس الطريقة هاي طبعا سوبر، هاي ما مش 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 ريتيرن، يعني هون برجع فويد الميثود، هاي بترجعش شيء. فهذه هاي هون باراميترز ببعتها لمين؟ ببعتها للسوبر، اللي هو البيرنت كلاس. فانت بدك تسيبها هذه زي ما هي، مش هتعمل شيء. بس انت هون لما تكريت بدك تعمل نفس تكتب نفس العملية هنا، تاخذ هدول زي ما هم كنترول سي تحطهم كنترول في كونتكست. وهي مش اوبشن منيو هنا اللي هو فور كونتكست، اللي اوت اللي احنا عملناه لمين؟ للكونتكست منيو. تمام، بضل علينا اللي هو بدك تعمل ليسنر. نفس الطريقة الليسنر بدك تستخدم اون ايش؟ اون كونتكست منيو ايتم سيلكتد بهذا الشكل. هذا في ريتيرن شايفه بترجع بوليان. تمام، فبدك تكتب في النص في الوسط، يعني هذه في الاخر حتكون ريتيرن. تمام، بدك تعمل سويتش كيس لنفس الاشي. هاي الايتم جاييك بتاخذ الاي دي تبعته و بتعمل اللي هو الكيس اللي انت كنت عاملهم. هاي هون ناخذهم زي ما هم، ممكن تكتب اي كود بدك اياه، تنفذ اي كود
لما انت تضغط على الـ على الـ الـ الامر اللي انت ضغطته بولد. وهنا بس بنعمل ايش؟ بنعمل توست. ايتالك. تمام، ما ظهرتش. معناته ايش؟ معناته احنا مش معطينها، مش معطينها اي دي. هنا اي دي هيها موجودة. ايتالك، ايتالك. طيب هاي نختل الاي دي كنترول سي زي ما هو ونحطه زي ما هو. تمام، بس هنا خليها ايتالك وهنا بولد. تمام، بس خلاص. اذا هذه الكونتكست، لما انا اضغط على اي منيو من الكونتكست. تمام، وحكينا اللي هو بس هنا عملنا انفليشن للديزاين، يعني حولناه لفيو. تمام، من خلال منيو انفليتر. تمام، بالنسبة للكونتكست منيو يا جماعة، بضل عندك شغلة واحدة اللي هو انت هاي بتنعمل الكونتكست منيو، بتنعمل على اليو اي كومبوننتس، على عنصر الشاشة، على عناصر الشاشة. اي عنصر شاشة بدك اياه، ليست فيو، بوتون، تكست فيو، ايديت تكست، اي عنصر شاشة تضغط عليه ضغطة مطولة بتجيك القائمة. لما تضغط عليها بتعمل، بتنفذ الكود اللي بدك اياه. مش شرط انه يكون الكود خاص بالعنصر هذا، ممكن الكود يكون خاص بكل الاكتيفيتي، يعمل اللي بدك اياه. تمام، خلينا بس نعرف اللي هو التكست، تكست فيو. اللي هو فايند فيو باي اي دي، بس عملنا هنا نمسك الريفرنس على اللي هو الاي دي. هنا احنا سمينا. هنا شايف هاي صار موجود هو السي في هذا. انت بدك تعمل له ايش؟ بدك تعمل ريجستريشن للكونتكست منيو، تسجل الكونتكست منيو لمين؟ لهذا العنصر اللي اسمه ايش؟ اللي اسمه سي في. ففي عندك اللي هو ميثود اسمها ريجستر كونتكست منيو، ريجستر اكتب كونتكست. تمام، بس اكتب كونتكست يجيب لك اللي هو المسدس. هذه موجودة في الأكتيفيتي، موجودة في الوين في الأكتيفيتي هاي. فأنت بس تعملها كول، تدعيها وتعطيها عنصر الشاشة اللي أنت بدك إياه، تعطيها اللي هو إيه؟ اسم عنصر الشاشة اللي هو السي. فبالتالي لما أنت تضغط، طالما أنت سجلتها للسي، معناته انت لما تضغط على سي في ضغطه مطوله بتيجي كلمه. خلاص، يعني هذه القائمه مش شرط، قلنا الاوامر هذه اللي انا عملتها في الكونتكست منيو تكون تختص بهذا العنصر، ممكن يكون هيك بس مش شرط. يعني هذه ممكن، بس انا هنا متى حتظهر هذه القائمه؟ حتظهر لما انا اضغط ضغطه مطوله على مين؟ على اللي هو عنصر الشاشه اللي اسمه تي في. تمام، ممكن يكون بوتون، مش ضغطه، ضغطه مطوله، مش وان تاتش، يعني تاتش مطول. تمام، خلينا نشوف كيف هذا التاتش المطول، نشغل التطبيق ونشوف كيف التاتش مطول على العنصر. بدلك ضغطه مطوله معروف اللي هو لونج، بسموها لونج بريك. احنا عملناها في نفس التطبيق تبعت الاوبشن منيو. تمام، هي هون لما تضغط ضغطة مطولة، هنا ضغطت ضغطة مطولة اجتني القائمة. هي ضغطت بولد كتب لي، اجاني توست بولد. تمام، لو ضغطت ضغطة مطولة مرة ثانية بديني اتنك. تمام، بس اذا هذا هو الان اللي هو موضوع القوائم في الاندرويد، في تطبيقات الاندرويد اللي هي القوائم. كيف بدي اعمل قوائم؟ احنا عملنا اوبشن منيو هنا، هاي اوبشن منيو، حطينا لهم ايكون. تمام،
ممكن انت طبعا تغير في اللي اوت الباك جراوند، تحط الباك جراوند هنا في المنيو نفسه، يعني تغير في المنيو نفسه هنا نفس المنيو تحط لها باك جراوند، تعمل اي اشي بدك اياه في الديزاين مفيش مشكلة عندك. هنا قلنا بس اللي هي هذه اوبشن منيو، والكونتكست منيو طبعا مكانها خلص على الاكشن بار، هذا اسمه اكشن بار. اما الكونتكست منيو قلنا على اي عنصر شاشه، ممكن على ليست فيو، ممكن على ليست فيو، ممكن على بوتون، بس ضغطه مطوله، ضغطه مطوله بتظهر، تظهر وين 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 انت حطيتها، يعني مش حتظهر في مكان زي مثلا الديالوج، الديالوج بيظهر بس في الوسط. لكن هذه الممتع فيها او الفائده منها انها بتضغط عند وين، بتظهر عند ما انت عملت ضغطه مطوله، المكان اللي انت ضغطت فيه ضغطه مطوله. تمام، يعطيكم العافيه. وهيك احنا بنكون خلصنا موضوع القوائم في تطبيقات الاندرويد. يعطيكم العافيه.